من لحظة ما أعلنت أجهزة الأمن عن رحيل أحمد أبو عميرة المتهم بإنهاء حياة فتاة المنوفية أمان الجزار، المعلومات الخاصة بالواقعة وكواليسها عمالة تتقال هنا وهناك، واللي بتكشف كمان عن قرار الجاني في التخلص من المجني عليها بالطريقة دي، وبعدها قرر إن هو يخلص على نفسه بنفس الطريقة. الجديد بقى هو الحوار اللي دار بين عم المجني عليها وبين الجاني قبل ارتكاب الواقعة بساعات. يا ترى عمها قال ايه للجاني، وايه هي العبارة اللي حسست الجاني بالإهانة لما طلب يتجوزها، وامتى هيقبل وعزاها؟ تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض. حالة حزن كبيرة بقالها يومين في كل بيوت وقرى مدينة بركة السبع بعد رحيل أمان الجزار بنت قرية توختة نبشة بمحافظة المنوفية، اللي رحلت عن الحياة بنفس طريقة رحيل طالبة المنصورة نيرة أشرف مع اختلاف الأداء بس. من وقتها والكواليس الخاصة بالواقعة بدأت إنها تطلع للناس، ومنها اللي كشفوا كمان إلهامي عبد الحميد عم المجني عليها. إلهامي قال إن الجاني سبى واتكلم مع أم أماني ومع أبوها علشان يخطبها وهم رفضوا. لكن في مرة المتهم وقف أمها في الشارع وطلب منها إنها توافق إن هو يخطبها، فردت عليه رد وحش وقالت له أماني لسه في الدراسة وأبوها عمره ما يوافق تتجوز دلوقتي، فلازم إنها تخلص دراستها الأول. فرد عليها وقال لها نعمل خطوبة ونستناها لحد ما تخلص، لكن ردت عليه وقالت له إزاي أماني تتجوزك، أنت معاك دبلوم وسمعتك وحشة، مستحيل أبوها يوافق عليك وأنت بالظروف دي. عم المجني عليها قال كمان في تصريحات تلفزيونية إن المتهم أحمد أبو عميرة بعد ما بدأ يضايق أماني في الشارع وكل ما يشوفها وفي كل مرة كان بيعكسها وهي راجعة من الجامعة فاستغاثت بأهلها. لما حكت لأبوها عن اللي عمله معاها في الشارع راح لأبوه ولأمه في بيتهم واعتذروا له عن اللي عمله ابنهم، والولد كمان وعده إن هو مش هيعمل ده تاني، لكن للأسف ما قدروش يحكموا ابنهم وعمل ده أكتر من مرة. عم أمان الجزار قال كمان إن المتهم كرر نفس فعلته مرة تانية لما مشي وراها في الشارع وحاول إن هو يكلمها، لكن أماني رفضت إن هي ترد عليه وهانته في المرة دي سابها. لكن بعدها كان موجود جنب البيت، ولما شاف أماني ماشية في الشارع ورايحة تجيب حاجات للبيت مشي وراها وفضل مراقبها لحد لما ترجع، وفي المرة دي كان مخطط ان هو ينفذ الواقعة، لحد ما اتفاجئنا ان هو بيوجه لها الفرد، وبعد ما عمل ده قام كمان بخبطها على راسها ومشي. عن وجود صلة قرابة بين الجاني والمجني عليها قال عم أمان الجزار انه في صلة قرابة بين الاتنين، لكن اللي عمله ده ما ينفعش ان هو يحصل لأي حد، مش كل بنت ترفض شاب ان هو يخلص عليها. بخصوص تلقي واجب العزاء بعد رحيل المتهم، قال عم المجني عليها ان الأسرة هتبدأ تاخد عزاء بنتهم النهاردة في ديوان الشركة بقرية توختة نبشة ببركة السبع، بعد ما كان اعلن والد اماني كمان وهو بيدفن بنته انهم مش هيقبلوا العزاء الا لما المتهم ياخد جزاؤه، لكن بعد رحيله قرروا ان هم ياخدوا عزاها. كانت كمان أجهزة الأمن أعلنت العثور على جسد الجاني بعد رحيله عن الحياة بنفس الطريقة اللي أنهى بيها كمان حياة أماني، بعد ما طلع بفيديو هو منهار بيدي على حد، وقالت الناس كمان وربطت بين كلامه بأن الست دي هي أم أماني. أخيرا احنا بنسأل رأيكم إيه في كلام الأم، وهل كل واحد يحب واحدة ويطلب يتجوزها ولما ترفضه هو ينهي حياتها؟